مثل ما تعودنا هايدي كل نهار السبت هيك نروح مع المتنبئ حسان الجردي كرمال نعرف كيف حيكون طقسنا خلال الاسبوع الجاي كونه نحن ببدايه هذا الاسبوع ولهلا يعني عم نشعر بارتفاع بدرجات الحراره. رح نروح فورا عبر اتصال هاتفي لنقول سعد صباحك استاذ حسان. صباح الخير استاذ صباحك هلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ حسان، خبرنا اكثر كيف حيكون طقسنا وكيف حتكون درجات الحراره بالمحافظات السوريه؟ هل نحن اليوم بعد كم يوم على موعد مع منخفض؟ هلا تكرم عينك من جديد، صباح الخير لك لزميلتك الاخباريه السوريه لفريق العمل. بشكل عام يعني هيدا الاسبوع راح يكون في عندنا حاله عدم استقرار بالفصول الانتقاليه تحديدا، بتكثر حالات عدم الاستقرار مثل ما ذكرنا بنشرات سابقه، وهيدي الحالات عدم الاستقرار بيكون تأثيرها محدود وتأثيرها لمدة زمنية قصيرة. في عنا حالة استقرار رح تأثر على المنطقة يومي الأحد والاثنين، فعاليتها رح تكون بالمنطقة الساحلية، أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية، فتستمر خلال يومي الأحد والاثنين كما ذكرت بفعالية من ضعيفة إلى متوسطة الشدة زروت. هيدي الحالة رح تكون من ليلة نهار الأحد نهار بكرة، بهطولات مطرية رح تكون على شكل زخات عشوائيه من المطر متباينة الكثافه والشده تحديدا بالمنطقه الساحليه والشماليه الغربيه، اما نهار اليوم رح تضل الاجواء المستقره والبين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام، الدافئه نهارا مع حراره اعلى من المعدل لمثل هذه الفتره من السنه بنحو 2 ل 4 درجات مئويه هي سيده الموقف، بالليل تبقى الاجواء بارده خاصه بالمرتفعات الجبليه. هلا من نهار بكره مثل ما ذكرت ببدايه نشرتي رح تكون الاجواء غائمه جزئيا الى غائمه مع ساعات المساء مع بدء تاثر المنطقه بحاله عدم استقرار ضعيفه الى متوسطه الشده ذروه فعاليتها ليل يوم الاحد خاصه بالمناطق الساحليه والشماليه الغربيه، فرص الهطول رح تبلش مع ساعات مساء نهار بكره باذن الله تعالى ومن المنطقه الساحليه والاجزاء الغربيه وصولا الى الشماليه الغربيه واجزاء من المنطقه الوسطى. فرص الهطول رح تستمر حتى يوم الاثنين، بتكون احتماليه اقل انتشارها اكبر ولكن اكثر مناطق احتماليه للهطل المطري يوم الاثنين هي المنطقه الساحليه والجزيره. درجات الحراره رح تبلش تميل للانخفاض اعتبارا من نهار الاثنين، الانخفاض رح يكون بشكل قليل حتى تكون حول معدلات نهايه هذا الاسبوع لمثل هذه الفتره من السنه، الاستقرار رح ترجع الاجواء تستقر من جديد اعتبارا من يوم الثلاثاء ودرجات الحراره رح ترتفع بشكل طفيف والحرارات نهاية الأسبوع مثل ما ذكرت حول المعدل مع أجواء خريفية صحوة لطيفة نهارا باردة ليلا خاصة بالمرتفعات الجبلية واحتمالية لتشكل ضباب خلال ساعات الليل والصباح، ذاكر بالقلمون وأغلب المناطق الداخلية يومي الاثنين والثلاثاء. بشكل عام الرياح الشرقية هي اللي عم تكون سائدة وعم تكون متقلبة إلى شرقية بالخفيفة والمعتدلة. نهار الأحد نهار بكرة رح نلاحظ في نشاط على الرياح بالمنطقة الوسطى والساحلية، الهبات تتجاوز ببعض الأحيان 50 كيلومتر بالساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 23 درجة مئوية. هذه الأجواء خلال هذا الأسبوع بتضل الأجواء الخريفية الصحوة المستقرة بأغلب المناطق هي سيدة الموقف باستثناء يومي الأحد والاثنين المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة، اعتبارا من ليل الأحد ونهار الثاني رح يكون في فرص للهطول. هذه الهطولات تتصف بالعشوائية تحديدا، ترافق بالعواصف الرعدية، ممكن يكون بمناطق يكون في هطولات غزيرة ومناطق ملاصقة لها تكون هطولات ضعيفة أو عديم الهطل تماما. يبقى التحذيرات الأهم خلال هذه الفترة وهذا التوقيت من السنة هو التباين الحراري الكبير بدرجات الحرارة بين الليل والنهار وخاصة بالمرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية وتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب يومي الاثنين والثلاثاء بالقلمون وأغلب المناطق الداخلية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 22-13 القنيطرة، 21-11 القلمون المرتفعات الجبلية، 16-6 درعا، 23-10 السويداء، 21-10 المنطقة الوسطى حمص وحماه، 24-8 الحسكة منطقة الجزيرة، 21-7 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس، 25-16 والشمال حلب وإدلب، 23-9 دير الزور الرقة، بدو كمان المنطقة الشرقية 23-8 بالبادية السورية مدينة تدمر 21-8. الأجواء الخريفية اللطيفة والدافئة هي سيدة الموقف هذا الأسبوع باستثناء يومي الأحد والاثنين، برجع بسكر في حالة عدم استقرار رح تبلش ذروتها ليل الأحد نهار بكرة وبتستمر الهطولات المطرية حتى يوم الاثنين
وأكثر المناطق عرضاً للهطل المطري، المنطقة الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من الجزيرة، على الرغم من أن احتمالية الهطل المطري ممكن تكون بأماكن متفرقة من البلاد، تحديداً مساء يوم الأحد بأجزاء من المنطقة الوسطى، أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية أو الجنوبية الغربية، ولكن احتمالية حدوثها رح يكون ضعيف. نحن سمعنا انه ما رح يكون في منخفض، شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه رح يكون في منخفض يليه منخفض يليه منخفض، شو صحة هيدي المعلومة؟ في سلسلة منخفضات وايمتى رح تبلش؟ خبرنا تفاصيل أكثر عنه. هلا بالنسبة للمعلومة اللي شفناها على الفيس أو على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الموضوع، أول حالة هي حالة عدم استقرار اللي حكيت عنها، هي انهار رح تبلش انهار بكرة وليست بمنخفض، وإنما حالة عدم استقرار عابرة حتى تأثيرها عم يكون محدود على المناطق الشمالية الغربية والغربية وصولا إلى الجزيرة، وبعدين عم يكون في عنا استقرار جوي، عم يستمر معنا الاستقرار الجوي حتى مطلع الأسبوع القادم، ولكن ليس بالوتيرة اللي نحكى عنها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه منخفض ورا منخفض ورا منخفض متواصلين مع بعض، لا، هيدي المعلومة ما في معطيات بتدل على هذا الشيء، إنه في عنا منخفضات متصلة مع بعض البعض، عم يكون الفوارق الزمنية بينها ضعيف، لا، وإنما رح يتأثر بحالة عدم استقرار، ولربما بإذن الله منتصف الأسبوع القادم بيكون في عنا منخفض جديد إن شاء الله تكون فعاليته تكون أفضل، ولكن المعطيات حول هذا المنخفض لسه ما اكتملت، والصورة ما أصبحت واضحة بشكل كبير، لأنه نحن بالفصل الخريف والفصول الانتقالية دائما بيكون فيها التغيرات أكثر حدوثا من التغير بفصل الشتاء أو فصل الصيف. نعم أستاذ حسان الجردي، اليوم بس حابين هيك نعرف منك معلومة إضافية، حسب خبرتك وحسب اليوم الأرصاد الجوية، هل حيكون منسوب الأمطار هاي السنة وافر أو مثل هديك السنة حيكون في بعض الشح بموضوع الأمطار؟ هلا بالنسبة لموضوع الهطل المطري إن شاء الله نحن دائما نتمنى ونقول إنه يكون موسم خير، الموسم المطري لهذه السنة، وبإذن الله بلشت الهطولات مثل ما لاحظنا مع دخول يعني شهر ايلول، ايلول الخير، وكانت هطولات متميزه بدايه من خلال من ايلول، هذه كانت بشاره خير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله رح تكون موسم ماطر، موسم خير باذن الله تعالى، الهطولات بتعم باغلب المناطق، ولكن نحن ما فينا نجزم بدايه بنقول انه رح تكون في عنا هطولات رح تكون بمنطقه اكثر من اخرى، لا، لكن الموضوع اللي نحن دائما بنركز عليه انه موضوع الهطول المطري ان كان مقارنه مع السنه الماضيه او اللي قبلها، أغلبية المحطات والمراكز حتى المحافظات عم يكون فيها معدل الهطول المطري عم يتجاوز ال 85% من المعدل السنوي، وفي محطات تحديدا إن كان بالمناطق الساحلية أو بالجنوبية الغربية عم تتجاوز المعدل قبل نهاية المعدل بفترة زمنية، فإن شاء الله بيكون موسم خير بإذن الله لهذه السنة. بدنا نشكرك كثير أستاذ حسان الجردي على كل التفاصيل يلي خبرتنا إياها.